في عندك مثلا ناس اليوم بيسموا حالهم القرآنيين يعني ينكروا السنة و... قسم منهم حاول انه يقول الرسول كان يقرأ ويكتب. في قسم من الشيعة مش كلهم بيحاول يقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب ويرى قال وبيروا انه لما نقول احنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم امي هذا معناته احنا بننسب له النقص. شوف بالله على قديش حساسين الجماعة يا سبحان الله. طب ما هي هاي هذا اللي ما هو القرآن قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. من اجل ما يرتبش وهذا من اكبر وجوه الاعجاز. والا ليش ليش المبشرين والمستشرقين قاتلين حالهم مشان يقولوا انه لا مش امي بيقرا وبكتب؟ ليش لا يكون منقصه لما يكون امي هو لا بيقرا وبكتب وبيعلمه الله وكان يعلم الناس. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. لاحظوا بعث في ايش؟ في الاميين. المحيط ايش حوله؟ امي. رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بيعلم الأم بيعلم. ما هو هذا شهادة انه هو انتو يعني انتو بتقولوا انه مش أمي مشان ما يكونش يعني هذا وصف بالنقص. طب ما هو يعلم الكتاب والحكمة الأمي. ليش؟ لأنه تعليمه رباني. وزي ما قلنا هذا حير الناس يفهموها كيف الأم بيأتي بكل هذا. فالقرآنيين هذول بعضهم برضو حاول يقول انه مش أمي. بعض الشيعة حاول وبيحاولوا يفلسفوها قال ويزعموا انهم هم حريصين على الرسول احنا ما ننسبلوش شيء من النقص. قال يعني انه أمي يعني قاعدين احنا من ذم. شوف الضلال المبين.